يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. كالعادة حلقات الترند بتكون مهمة ومختلفة، والكلام كتير جدا بيكون فيها في مختلف الأصعدة الهامة في الحقيقة، وأهم صعيد والحديث لا يعلو عن الحديث عن منتخب مصر ومباراة الغد، مباراة مصرية كلنا على أعصابنا بصراحة. الواحد يعني بينام بيحلم بالماتش بصراحة. إن شاء الله بإذن الله نكون موفقين، وإن شاء الله ربنا يكرمنا بالتأهل لكأس العالم، وإن شاء الله إن شاء الله نأدي مباراة كبيرة بكرة أيا كانت النتيجة. المهم إن هي تكون في الآخر بتساوي التأهل لكأس العالم، لأن ده الحلم الأهم والأسمى بالنسبة لينا كلنا كمصريين. ويا سلام يبقى المرة الثانية على التوالي، عمرها ما حصل في تاريخ مصر إن احنا نروح كأس عالم مرتين ورا بعض. احنا اصلا كل تاريخنا في كاس العالم 3 مرات، فبالتالي ان شاء الله تكون الرابعه من خلال مواجهه السنغال بكره. فالكلام كتير شويه هيكون على المنتخب كالعاده، وباذن الله كلنا نفرح بكره، بخلاف بعض الاخبار اكيد المهمه اللي بتخص النادي الاهلي في اطار استعداداته لمباراه الهلال السوداني الحاسمه في الجوله الاخيره من دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا. ان شاء الله ايضا الاهلي يكون موفق في مباراه يوم الاحد الساعه 10 مساء باذن الله تعالى. أكيد بننتظر تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة النهاردة، هو سؤال بيتعلق بمنتخب مصر. توقعاتكم للتشكيل إيه بكرة؟ قولوا لنا وابعتوا لنا من خلال الصفحات المختلفة لقناة الأهلي على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام، وهناخد تفاعل وتوقع حضراتكم في الجزء الأخير كما هو المعتاد يعني. طيب، البداية دايماً بتكون بعناوين مهمة وعناوين بارزة جداً جداً عشان نكمل على أساسها الحلقة. تعالوا نشوف إيه العناوين، يلا بي. في الترند المحلي، المنتخب يختتم استعداداته لمواجهة السنغال بالتوفيق يا رب. وكمان غربال حكما للساحة وطاقم ألماني لتقنية الفار. وفي ترند الأهلي، الأهلي يكثف تدريباته استعدادا للهلال. خلاص يعني 24 ساعة مهمة ومصيرية بتفصلنا عن مباراة الحلم، وهي مباراة التأهل لكأس العالم من خلال مواجهة السنغال في داكار. ويمكن في كواليس كتير بتتعلق بهذه المباراة، وبتتعلق بالتحديد بوصول منتخبنا الوطني في ساعة مبكرة من صباح اليوم، ومناوشات من بعض الجماهير السنغالية المتحمسة بشكل كبير. وده طبيعي من خلالهم ان هم يكونوا متحمسين، بس مش طبيعي ان يكون الاستقبال بالشكل ده. هنتكلم على الجزئية دي تحديدا، وعلى كمان مين الأقرب إن هو يكون متواجد في خط دفاع منتخب مصر، خصوصا في ظل الإصابات وهذا الظرف الطارئ، لكن اللي بيقدر كالعادة يتعامل معاه مستر كارلوس كيروش، واللي بنثق فيه كل الثقة. كلام كتير بعد الفاصل، فاستنونا. يعني الواحد في حياتي يعني تحديدا ما كنتش عايش ضغوطات وقلق زي اللحظات اللي الواحد عايش فيها دي. يعني ممكن في مرات قليلة جدا، مرة مثلا تتعلق بماتش مصر والجزائر في 2009 بتاع السودان، الواحد زعل جدا بعد ما خسرنا. من اصعب برضو الفترات مباراه الاهلي والزمالك في نهائي القرن، الحمد لله كسبنا ووفقنا في الفوز بالبطوله العاشر او التاسعه تحديدا، وكان الواحد على اعصابه جدا. النهارده برضو او اليومين دول، بدايه من قبل يوم الجمعه اللي فات بتلات اربع ايام كده لحد دلوقتي ولغايه بكره باذن الله، الواحد هيفضل على اعصابه ومشدود وبيدعي ان مصر باذن الله باذن الله ربنا يرزقها بفرحه كبيره يا رب باذن الله. واحد احد ربنا هيفرحنا ان شاء الله برجالتنا اللي هيلعبوا بكره، بالجهاز الفني المميز، بالجمهور اللي هيروح، الجمهور المصري اللي يعني تقريبا هيكونوا 5000 مشجع زي ما بنسمع. فكلها عوامل باذن الله باذن الله تساعدنا على اننا نحقق نتيجة تساوي التأهل لكأس العالم في قطر السنة دي إن شاء الله تعالى. فكلنا في ظهر الرجالة دي، كلنا بندعي، كلنا مترقبين ومنتظرين هذه المباراة اللي هتكون بكرة في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، وبإذن الله 90 دقيقة بس بتفصلنا على الحلم. إحنا دلوقتي عندنا الأفضلية، إحنا المنتخب المصري كسبنا 1-0 في مباراة الذهاب. الضغوط اتنقلت من عندنا لما كنا بنلعب على أرضنا وعلى ملعبنا وسط جمهورنا العظيم، اتنقلت لمين؟ للمنتخب السنغالي بجمهوره
بكل الضغوط اكيد هتكون صعبه جدا جدا عليهم في 90 دقيقه هم مطالبين فيها ان هم يجيبوا جونين مش جون واحد، جون واحد يتعادلوا معانا. وكمان ايه مطالبين فيها ان هم ما يستقبلوش اهداف، لو استقبلوا هدف محتاجين يجيبوا ثلاثه. فاذا الافضليه لحد دلوقتي ان شاء الله لينا، بس لسه المجهود والمشوار ما خلصش، محتاجين شغل ومحتاجين تركيز كبير قوي قوي من اللعيبه، واداء رجولي جدا من اللعيبه، وتركيز من كيروش وجهازه المعاون اللي بنثق فيهم جدا بصراحه، والناس اثبتوا كفاءه بغض النظر بصراحه على اي حاجه، اثبتوا كفاءه في مشوارهم لحد دلوقتي مع المنتخب، المشوار الوجيز جدا في مده صغيره، فده ودي حاجه تحسب لهم يعني. لكن النقطه المهمه اللي عايزين نتكلم فيها وهي حديث السوشيال ميديا من ساعه ما وصل منتخبنا الوطني لحد دلوقتي، وهي او هو الاستقبال السيء اللي ما كانش على نفس المستوى اللي احنا استقبلنا بيه المنتخب الجزائري يعني، او عفوا المنتخب السنغالي يعني. فبالتالي احنا مش عايزين نندرج للجزئيه دي، استقبال وحش بصراحه وحش، بس احنا عندنا هدف واحد، عندنا الهدف ان احنا نتأهل كاس عالم، فيفضل التركيز على الهدف ده ان احنا ازاي نحققه ما نتشتتش. احنا ممكن مثلا واحد اي حد مننا لما يشوف منظر زي ده يتعصب ويتضايق وبتاع مش عارف ايه، بس لا لا خلينا ما نلتفتش للامور دي، خلينا نركز في ان احنا نساند منتخبنا، خلينا نركز ان احنا ازاي نخلق العوامل او الظروف اللي حصلت فور وصول منتخبنا للسنغال لدوافع ايجابيه لمنتخب مصر. اللعيبه شافت بعينيها الاستقبال ده، اللعيبه سمعت بودانها بعض الشتائم، حلو، بس كل الكلام ده يتحط هنا كده يتحول لدافع في الماتش، ان احنا نرد في الملعب من خلال التسعين دقيقة، نرد من خلال ان احنا نسكتهم بالتأهل لكأس العالم بإذن الله تعالى، ونفرح احنا بإذن الله يا رب. فدي جزئية مهمة أو مش عايزين نندرج ليها ونتكلم عنها كتير خالص، خلاص نقفلها. بالتالي هي رسالة أخرى مهمة أو ان احنا نقولها للجماهير المصرية العظيمة الحريصة على الذهاب للسنغال لمؤازرة منتخبنا الوطني. يا جماعة المنتخب محتاجكوا جدا جدا في التسعين دقيقة دول، نعمل ايه بقى؟ نشجع، صوتنا يبقى عالي. في 50,000 متفرج ومشجع ومتحمس سنغالي، لكن احنا نقدر ان احنا نبين صوتنا وتشجيعنا للعيبه في ارض الملعب، نبين لهم ان انتوا مش بتلعبوا لوحدكم هنا، احنا كلنا في ظهركم، كلنا بنشجعكم. فهي رساله مهمه جدا لجماهير الكره المصريه اللي هتسافر ها، واللي باذن الله هترجع مع المنتخب كده ببطاقه التاهل لكاس العالم يا رب باذن الله تعالى. فدي جزئيه مهمه. لما نيجي نتكلم شويه عن الماتش والعقبات اللي ممكن تكون بتقابل كيروش، هي عقبه واحده او ظرف واحد واتكلمنا فيه امبارح واول ووضحنا في وجهه نظرنا والناس كلها اكيد مدركه حاجه زي كده، هي ايه؟ هي الازمه الدفاعيه. الازمه الدفاعيه اللي بتتمثل في غياب اخر عنصرين بالنسبه لك، عبد المنعم والونش، فبتعوضهم بعلي جبر ورامي ربيعه، بالاضافه لتواجد ايه؟ لعيبه كبار قوي في المكان ده زي ايمن اشرف، زي ياسر ابراهيم اللي عمل ماتش كبير قوي الماتش اللي فات لما نزل مكان عبد المنعم، زي محمود علاء. فبالتالي احنا برضو بنضع ثقتنا في اي اتنين هيلعبوا، اي اتنين هيلعبوا، والاقرب طبقا للاخبار اللي جايه من هناك ياسر حاجز مكانه باذن الله بعد الاداء المميز في المباراه الاخيره، وبنسبه كبيره علي جبر. وانا على المستوى الشخصي بحبس جدا علي جبر يلعب. هتقولي ممكن يكون بطيء شويه، حركته بطيئه شويه، كلام من ده، بس عنده مميزات تانية. وتحبيزي لي ان علي جبر هو اللي يلعب مش عشان تقليلا من الباقي اللي موجود خالص، كل واحد لعيب جامد جدا وكل واحد عنده قدرات مختلفه ومميزات مختلفه عن التاني، بس الميزه اللي احنا محتاجينها في علي جبر انه طويل القامه، بيقدر يلعب بدماغه كويس، عنده خبرات دوليه عظيمه ولعب كاس عالم ولعب افريقيا، يقدر ان هو باذن الله يعمل شغل كبير في المباراه دي.
فده الجانب اللي بيتعلق بالامور الفنيه وتحديد خط الدفاع. من الوارد ان يكون في تغيير واحد في خط الهجوم بخروج مصطفى وتواجد عمر مرموش، وايا كان اللي هيلعب باذن الله يكون موفق باذن الله تعالى. من ضمن الامور المهمه كمان الملعب، الملعب كويس زي ما بنسمع، ملعب كويس الى حد ما، فباذن الله يساعدنا بشكل كويس. درجات الحراره بتتراوح ما بين 16 19 درجه برده زي ما عرفنا، فدي برده درجات حراره مناسبه جدا انك تلعب مباراه مميزه. الحكم مصطفى غربال من الحكام المميزين جدا، الحكم الجزائري برضو ده عنصر يطمن شويه انه هيكون حيادي، لان احنا شفنا الحكام الافارقه وشفنا الحكم اللي كان معانا في الماتش اللي فات هنا في القاهره كان صعب جدا، وكان في طرد للسنغال ما طلعش الانذار الثاني وطرد اللاعب يعني. فبرضو ده حاجه من الحاجات اللي تطمن شويه حكم اللقاء، نتمنى ان هو يكون محايد واكيد حكم مميز باذن الله، بس يكون موفق في هذه المباراه. كل التفاؤل والدعم والمسانده لمنتخبنا، وان شاء الله باذن الله باذن الله نفرح بكره كده الساعه 9 ولا حاجه، حتى لو في اكسترا تايم ماشي نوصل ونفرح ونكسب وكل حاجه تبقى زي الفل، ويبقى يوم سعيد على الشعب المصري كله. ده فيما يتعلق بمنتخب مصر، لسه عندي اخبار اخرى عن المنتخب، بس خليني اروح لفاصل سريع الاول وبعد الفاصل نرجع نكمل. يلا بينا. اهلا بحضراتكم من جديد. اكيد يعني كل الشعب المصري دلوقتي حريص اشد الحرص على هو ان هو يعرف كل جديد يتعلق بمنتخب مصر والامور ماشيه ازاي. مبدئيا يعني خلاص خلال بالظبط حوالي ساعه الا ثلث من دلوقتي هيبتدي مران المنتخب الاخير قبل مباراه بكره، هو مران اكيد هيكون مهم، مش هيبان فيه اي تاكتكس او مش هيبان فيه اي مثلا تشكيل او جمل او كلام من ده، لان كل الكلام ده خلاص اشتغلنا عليه، يعني اللي ذاكر ذاكر. لكن في نفس الوقت هو مران ممكن يكون في بعض الجوانب البدنية البسيطة، بعض التدريبات الاستشفائية بسبب الرحلة الطويلة من مصر للسنغال حوالي 8 ساعات، فأكيد هيبقى مران مهم إن شاء الله. بعديه اللعيبة يروحوا على مقر الإقامة بتاعهم، للأسف بيبعد عن ملعب اللقاء بحوالي 60 أو 70 كيلو، ودي مسافة طويلة. في المقابل منتخب السنغال قاعد جنب الملعب في فندق جنب الملعب، فعادي يعني كل واحد بيحاول يستغل الظروف اللي عنده لصالحه، المنتخب السنغالي بيعمل كده، لكن ان شاء الله رجالتنا قدها وان شاء الله يفرحونا. بالتالي تعالوا نشوف ايه اللي اتقال على المنتخب وايه اخر الاخبار اللي كتبتها بعض الصفحات الرسميه على السوشيال ميديا. نبتدي بالاهرام وحسابهم على تويتر، واللي يقولوا ان منتخب مصر يخوض مرانه في السنغال في 6 مساء بتوقيت القاهره، وده اللي احنا اتكلمنا فيه، واكيد هيكون مران على الملعب اللي هيستضيف هذه المباراه. من ضمن كمان الاخبار دفاع الفراعنه يتحدى ماني ورفاقه في موقع او في موقع حاسمه على مقعد المونديال، فبالتالي طبعا الناس كلها مترقبه هذه المباراه، القاره الافريقيه العالم كله، بما انك بقى مواجهه مباشره ما بين صلاح وساديو ماني، اثنين نجوم ليفربول، اثنين اصدقاء، فبالتالي السبوت كبير قوي على هذه المباراه، والمتابعه هتكون مكثفه من كل وكالات الانباء العالميه ومن كل الصحف العالميه. فان شاء الله مين اللي يحجز؟ باذن الله احنا اللي نحجز مقعد المونديال بتاعنا باذن الله، يكون احد المقاعد الافريقيه في كاس العالم في قطر ان شاء الله تعالى، لان احنا لما ذقنا طعم الجيل بتاعنا تحديدا، لما ذقنا طعم مشاركه مصر في كاس العالم في روسيا، فهو شعور مختلف ان انت تسمع نشيد بلدك في اكبر محفل عالمي يتعلق بكره القدم، فجسمك بيقشعر غصب عنك لازم، فدي بتبقى حاجه قويه جدا ومهمه جدا وتفرق معانا كدوله بشكل كبير قوي ان احنا نتاهل لكاس العالم باذن الله. فالاهم نكون موفقين وربنا باذن الله يوفقنا في هذه المباراه. طيب خلينا كمان ناخد خبر اخر، وهو من سبورت 360 واللي بيتكلموا على مواجهه مباراه مصر مع السنغال في التصفيات المؤهله لكاس العالم، وجايبين احصائيه كده بتتكلم على يعني المواجهات في التصفيات على مدار تاريخهم مصر والسنغال لحد دلوقتي قبل مباراه بكره وبمباراه السابقه، المباراه السابقه اللي كانت يوم الجمعه، احنا لعبنا معاهم في التصفيات ثلاث مرات، ثلاث مباريات، اثنين فوز لمصر بالفوز الاخير ولا هزيمه لمنتخب مصر، فبالتالي ولا فوز للمنتخب السنغالي وتعادل وحيد ما بين المنتخبين على ما اتذكر، يعني ان التعادل ده كان في السنغال مش في مصر. انا فاكر كويس قوي لما احمد حسام ميدو جاب جون هنا في القاهره في تصفيات كاس عالم، كان ايام الحاج ديوف وفرقه تقيله قوي، هنري كامارا وناس كتير جدا كانت تقيله،
وكسبنا اعتقد بهدف ميدو في التوقيت ده هناك لما رحنا تعادلنا. هم في الاخر تاهلوا لكاس العالم في كوريا واليابان 2002 واحنا ما كانش بيحالفنا التوفيق في التوقيت ده. فبالتالي هي احصائيه يعني جيده مبشره لكن مش مقياس اطلاقا يعني اطلاقا. لكن برضو الناس بتحب الارقام والاحصائيات يعني. خلينا كمان نروح ل او مستمرين مع سبورت 360 وبيتكلموا على ان ثنائيات الدفاع. بص بقى لان الجانب ده مهم قوي. شوف كام ثنائيه لعبت من ساعه ما كيروش جه، كام ثنائيه دفاعيه. فبالتالي الجانب الدفاعي مشكله وازمه. بس باذن الله كيروش يقدر يحلها ويقدر يتعامل معاها، وهو اثبت نجاح في حل هذه الجزئيه على مدار التحديات السابقه اللي فاتت، سواء في البطوله العربيه او بطوله كاس العرب، كاس الامم الافريقيه. اكتر من مدافع اتصاب بما فيهم فتوح، تمام، ومباراه المباراه الاخيره امام السنغال واصابه عبد المنعم وايقاف الونش. فعد معايا كده كام ثنائيه لعبوا مع كيروش لحد دلوقتي. حجازي والونش بدايه، حلو، ده كان في كاس العرب او على ما اتذكر في التصفيات بتاعت كاس العالم ماتشين ليبيا تقريبا. حجازي وعبد المنعم في بطوله الامم الافريقيه، الونش واحمد ياسين في كاس العرب، وحجازي وعبد المنعم في الاول بالمناسبه كان في كاس العرب برضه، الونش واحمد ياسين في كاس العرب، ومحمود علاء ومحمد عبد المنعم، وايمن اشرف ومحمد عبد المنعم، والونش ومحمد عبد المنعم، والونش وياسر ابراهيم. وبكره باذن الله هيبقى في ثنائيه ثانيه برضه، ياسر ابراهيم وحد ثاني، يا اما علي جبر بقى، يا اما ايمن اشرف، يا اما محمود علاء، يا اما رامي ربيعه، ايا كان مين اللي هيكون موجود فيهم. فبالتالي ده او يعني دي جزئيه بصراحه صعبه جدا جدا على المنتخب الوطني. طيب خلينا نكمل او خلينا نروح لحساب الوطن سبورت على تويتر، واللي بيتكلموا على ان كيروش يسعى لحل الازمه الدفاعيه قبل مواجهه السنغال او قبل مباراه السنغال، وهو الحديث كله على الجزئيه دي تحديدا. فيما عدا ذلك احنا الحمد لله الفرقه كلها جاهزه والكل موجود وماشي بشكل كويس في مختلف الخطوط، لكن الجانب الدفاعي هو اللي فيه كلام يعني، وهو يعني ظرف للأسف بيصعب الأمور على المنتخب. هتقول لي إزاي المنتخب المفروض المنتخب عنده قائمة مفتوحة عكس الأندية عندها قائمة محددة؟ لا، ما هو القائمة المفتوحة دي كان أفضل اللي فيها هم اللي اتصابوا، بدليل أنت جبت ناس من بره خالص عمرك ما فكرت فيهم ككيروش من ساعة ما جيت. لكن في كل الأحوال إن شاء الله يكون موفق. خلينا كمان نروح لحساب في الجول على تويتر، وبيتكلموا على ان في مصدر من المنتخب قال لهم ان كفه علي جبر حتى الان هي الارجح للاعب بجوار ياسر ابراهيم امام السنغال بسبب خبرته الدوليه عن الثنائي محمود علاء ورامي ربيعه. وبالمناسبه في ايمن اشرف، من الوارد ان ايمن لعيب كبير قوي، والميزه اللي عند ايمن ممكن ما تكونش موجوده في الباقي هي حته انه بيعرف يطلع بالكور، لكن ايمن قصير شويه اقصر من علي جبر، فانت بتلعب مع قامات كبيره جدا اطوال فظيعه، فهي برضو حسابات مختلفة أدرى واحد بها الجهاز الفني وكيروش. فبنسبة كبيرة علي جبر فعلا هو الأقرب واختيار أنسب طبقا للمتاح. يلا كورة وحسابه على تويتر. المنتخب المصري بالقميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب البيضاء في مباراة العودة أمام السنغال، نفس الطقم اللي احنا لعبنا بيه مباراة الذهاب هنلعب بيه مباراة العودة، والحمد لله يعني قدرنا ان احنا نفوز في مباراه الذهاب 1-0. ان شاء الله باذن الله المشهد يتكرر. ليه لا ما نفوزش هناك؟ والله يا سيدي مش فارق الفوز، حتى لو خسرنا 2-1 المهم نصعد، المهم نروح كاس العالم، والله ما هنزعل خالص، المهم نوصل كاس عالم بس. فده الطقم اللي هيلعب بيه المنتخب بكره. الوطن سبورت اتحاد الكره يطالب بتامين بعثه منتخب مصر في السنغال بعد الهجوم على صلاح. للاسف وابل من يعني الهجوم والسباب لصلاح وزيزو والعدد كبير جدا من لاعبي منتخب مصر فور وصولهم، وواضح ان تصريحات اليو سيسي سخنت الجماهير السنغاليه، سخنتهم جامد، فخلتهم ان هم يتصرفوا بالشكل ده، وهو شكل غير مقبول. بس برضو تاني انا بقول لحضراتكم مش عايزين نفكر في الكلام ده، حتى لو احنا كجماهير مش عايزين نروح للناحيه دي، هي استفزازات وكل حاجه بس هي الغرض منها ايه؟ تشتيتك. والرساله هنا بالتحديد بقى للعيبه اللي هتبقى في ارض الملعب، ما تتشتتش اطلاقا خالص، سيب اللي يهتف يهتف، اللي يشتم يشتم، اللي يعمل كل واحد يعمل ما بداله، المهم انت تعمل اللي انت عايزه في الملعب وتحقق الهدف اللي انت رايح عشانه واللي الشعب المصري منتظره باذن الله تعالى. فاكيد تامين محمد صلاح ده امر هيكون مؤكد بشكل مكثف، لان هو طبعا سوبر ستار الكره العالميه يعني،
فأكيد العين عليه هتكون كتير يعني. سكاي نيوز على تويتر بيتكلموا عن في 5000 مشجع مصري يطيرون إلى السنغال لمؤازرة الفراعنة بإذن الله، بإذن الله يكونوا بحماس قوي في الملعب زي ما اتكلمنا ووجهنا لهم رسالة في أول الحلقة، حماس قوي، تشجيع مستمر أيا كانت ظروف المباراة بأيا كانت النتيجة في أي وقت من الأوقات، أيا كان لو مغلوبين لا قدر الله واحد شجع، جه التاني لا قدر الله شجع، لأن أنت لو جبت جون توصل توصل. فاحنا عندنا الحمد لله فرص كويسه يا جماعه، الناس اللي كانت بتقلل من نتيجه 1-0 الفرص كويسه، بس الاهم ان احنا نستمر بتركيزنا الكبير اللي كنا عليه في مباراه السنغال. السنغال كانت مقطعانا في الماتش، كانوا مقطعنا وكانوا عاملين ماتش كبير قوي قوي وضيعوا فرص، بس في نفس الوقت انت قدرت ان انت تنجح ان هم ما يجيبوش فيك اهداف، وده كان امر مهم جدا، وهم كانوا بيسعوا طول اللقاء ان هم يحاولوا يخطفوا الجون هنا عشان يستريحوا في مباراه الاياب. هم دلوقتي مش مستريحين، هم دلوقتي مضغوطين وقلقانين، فاحنا عايزين نستغل حاجه زي كده. فالجمهور المصري عليه ال 5000 اللي هيروحوا عليهم دور كبير قوي قوي، لازم نستغلهم ولازم يعرفوا ان هم عنصر مساعد مهم وبارز في هذه المباراه باذن الله تعالى. طيب بس عدد حلو 5000، عدد حلو قوي، يوصلوا بالسلامة إن شاء الله. المصري الرياضي على تويتر بيتكلموا على إن مصر والسنغال ماذا فعلت الأندية المصرية مع الحكم الجزائري مصطفى غربال. هقول لحضراتكم مصطفى غربال أدار عدد من المباريات للأندية المصرية، وبالتحديد للنادي الأهلي أدار 6 مباريات حقق الفوز في 4، النادي الأهلي يعني، كان أمام تاونشيب البتسواني والزمالك ونهضة بركان، طبعا ماتش الزمالك في نهائي القرن ونهضة بركان في السوبر الأفريقي، وكمان سيمبا التنزاني المباراة اللي كانت في القاهرة. بينما خسر الأهلي مع غربال ماتشين، ماتش كان أمام الترجي التونسي وماتش أمام طلائع الجيش يعني. كما أدار الحكم الجزائري مواجهتين للزمالك أمام الأهلي والترجي، خسرهم الزمالك المواجهتين يعني. وفيما يخص فريق المصري فأدار فريق المصري فأدار مواجهة واحدة أمام الهلال السوداني بالكونفدرالية عام 2018 فريق مصري يعني عندنا هنا، وتعادل الفريقان بهدف لكل منهما. ده مشوار غربال مع الكرة المصرية. طيب خلينا نروح لآخر خبر بيتعلق بمنتخبنا الوطني، وهو خاص بطاقم تحكيم الفار، وده من يلا كورة حسام على تويتر، وبيقولوا ان طاقم تحكيم الماني لتقنيه الفيديو في مباراه السنغال ومصر حاجه برضو جيده بصراحه، عشان للاسف القاره الافريقيه كلها والجماهير الافريقيه والانديه والمنتخبات الافريقيه ما عندهمش ثقه في الحكام الافارقه. مش بتكلم على بتوع شمال افريقيا العرب، لا بتكلم على الناس الحكام اللي في مختلف الدول الافريقيه الاخرى يعني. فبالتالي الثقه ممكن تكاد تكون منعدمه، فان يبقى في حكام اجانب على الفار ده امر مهم قوي، امر مهم قوي في الماتشات الحاسمه اللي زي دي. فان شاء الله نتمنى ليهم كل التوفيق باذن الله تعالى، ان شاء الله يبقى يومنا باذن الله. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل عندنا اخبار اخرى بتتعلق بالاهلي هنتكلم عنها، ونطمن كمان جماهير النادي الاهلي على فريقهم. يلا بينا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. بالحديث عن النادي الاهلي ففي الحقيقه في اكتر من جانب مهم قوي ان احنا نتكلم فيهم، بخلاف الفريق الاول لكره القدم مبدئيا كده. وفي الاول النهارده كان في افتتاح مهم قوي قوي وخدمه جديده لاعضاء النادي الاهلي داخل مقر النادي بمدينه نصر من خلال مجلس اداره النادي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، هو افتتاح لملاعب البادل اللقطات اللي حضراتكم شايفينها في هذه اللحظات، وخدمه جديده بيقدمها مجلس اداره النادي الاهلي لاعضاء النادي في مختلف الافرع. بالتحديد احنا النهارده بنتكلم على فرع مدينه نصر، وهي خدمه انشائيه بصراحه وترفيهيه بالنسبه للاعضاء. وفي الحقيقه لعبه البادل الفتره اللي فاتت ابتدت تنتشر بشكل كبير جدا وابتدت تتشهر شويه، فكان في حرص كبير جدا مجلس الاداره ان دايما يكون في تطوير دائم لمختلف الرياضيات والالعاب اللي ممكن يكون بيحبها اعضاء النادي الاهلي. وده بصراحه جزء وعمل مهم جدا جدا من اعضاء مجلس الاداره اللي احنا كلنا شايفينهم في الصوره، اللي كانوا حريصين اشد الحرص على التواجد في هذا الافتتاح. تفاصيل كتير جدا بتخص افتتاح ملاعب البادل في مقر النادي الاهلي في مدينه نصر، عشان كده خلينا نروح سريعا
لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي من مقر النادي بمدينة نصر. يا فاروق أهلا بيك. كل التحية ليك يا أمير، وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، وبصفة خاصة متابعي برنامج الترند، ودائما موافق يا أمير. أهلا بك، أهلا بك يا فاروق. بس أول قبل ما نتكلم على التفاصيل بتاعة الافتتاح، أنا كنت شايف دلوقتي قدامي مباراة ما بين المهندس محمد سراج والمهندس خالد مرتجي والأستاذ محمد الغزاوي والكابتن حسام غالي. المباراة دي قولي تفاصيلها ومين كسب في الآخر في ماتش البادل. واضح ان هم لعيبه تقيله يعني. لا انا عايز اقول لك يا امير، ان الكابتن حسام غالي هو اللي لعيب تقيل قوي يعني بصراحه. الكابتن حسام غالي كابتن حسام غالي واضح ان هو لعيب جوه الملعب وبره الملعب ما شاء الله. يعني المباراه اللي اتلعبت كان طبعا الاستاذ محمد الغزاوي مع الكابتن حسام غالي الفريق، والناحيه الثانيه المهندس خالد مرتجي والدكتور محمد سراج. لكن الكفه اللي فيها الكابتن حسام غالي ده من يعني بتربح شويه. كابتن حسام غالي قدر ان هو يعني يكون النقطه الحازمه والفاصله، وكانت يعني افتتاح اكثر من رائع طبعا. بالظبط بالظبط يا امير، تحس كمان يعني اللمسه السحريه بتاعت الكابتن حسام غالي في المضرب هي بتاعت القدم يا امير. احنا شايفين اهو المباراه على الهواء بصراحه يعني، وواضح ان يعني الاربعه طبعا متعلقين بشكل كبير جدا في اللعبه وعندهم خبرات فيها بالمناسبه، يعني واضح كده من الاسلوب يعني. بالظبط بالظبط يا امير. طبعا هي واحده من الالعاب اللي ابتدت تنتشر في مصر هنا، ويعني كان جزء من اهتمامات طبعاً مجلس طبعاً اداره النادي الاهلي اللي يكون موجود في كافه افرع النادي الاهلي لعبه البدل. ده امر مهم جدا يا فاروق. بالتالي كلمني على تفاصيل الافتتاح النهارده، وكيف تفقد الكابتن محمود الخطيب ملاعب البدل وكل الكواليس بتتعلق بافتتاح اليوم يا فاروق، وازاي الاعضاء كمان استقبلوا حدث يعني مهم زي ده يعني وخدمه جديده زي دي. يعني خليني يا امير اكلمك، احنا حاليا موجودين في فرع النادي الاهلي بمدينه نصر، احد الافرع اللي بيشهد طفره انشائيه في كافه مجالات النادي الاهلي، ودور كبير جدا لمجلس اداره النادي الاهلي لكيفيه التطوير اللي بتشهده افرع النادي الاهلي، وخاصه فرع مدينه نصر تماشيا مع الطفره الانشائيه اللي بتشهدها الدوله المصريه في محيط فرع النادي الاهلي بمدينه نصر. طبعا دور النادي الاهلي وكاحد المؤسسات الوطنيه ودوره انه يسير في خطوط يعني متوازيه مع الدوله طبعاً المصريه، ده جزء طبعاً مهم جدا. طبعا المكان اللي انا بكلمك فيه امير ده كانت منطقه، خليني اقولها كده علشان تبقى يعني باللغه العاميه، منطقة من المناطق المهجورة والغير المستغلة في النادي الأهلي، وما كانش جزء من الأجزاء اللي موجودة في برنامج عائلة النادي الأهلي. يعني عايز أوضح لك نقطة أمير مهمة جدا، إن في مشاريع كتير جدا سواء في فرع النادي الأهلي بمدينة نصر، فرع النادي الأهلي بالجزيرة، فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد، والفرع الجديد طبعا فرع التجمع، في مشاريع تم إنجازها لم تكن مدرجة ضمن برنامج عائلة النادي الأهلي، ولكن ظهرت يعني مع لعبة البدل اللي ظهرت في الفترة الأخيرة. ارتقى الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي إن لازم يكون موجود في افرع النادي الاهلي. هذه استنى بقى، لان الجزئيه دي مهمه قوي يا فاروق. طبعا الجزئيه دي اللي انت بتقولها دي غايه في الاهميه، اللي هو ايه بقى، اللي هو انا يا جماعه مش داخل ببرنامج او مش قايل للناس وعود او حاطط خطه معينه خاصه بجانب انشائي هي تتنفذ ايا كان ايه اللي بيحصل حواليا، انا ماليش دعوه انا هنفذ الكلام ده، لا بشوف ايه اللي ينفع الاعضاء وايه اللي يخدمهم وايه اللي يسعدهم وبنفذه، حتى لو هو ما كانش في مخططاتي اصلا ولا في البلان بتاعي الخاص بالجانب الانشائي. فدي حاجه بصراحه تحسب للكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره، ونقطه مهمه بحييك عليها ان انت اتكلمت فيها فاروق بصراحه. بالظبط يا امير، وانا عايز اقول لك ان الكابتن محمود الخطيب لا يتوانى في هذا الامر. كتير جدا من الملفات اللي يعني تم افتتاحها في الفتره الاخيره، ويعني بالتالي امير في ايضا مشاريع هنا في فرع مدينه نصر مش موجوده في البرنامج الانتخابي، لكن طبعا انا مش هنقدر نحرقها من خلال القناه لان هيجي وقتها ان هي يتم الحديث عنها، لكن هناك مشاريع او بعض الاعضاء او الجماهير هيتخيل ان الامر بالنسبه لمدينه نصر انتهى في ظل ان خلاص ما فيش يعني مساحه مكانيه في مدينه نصر. لكن اقول لك هناك مشاريع اخرى في فرع مدينه نصر، هناك مشاريع اخرى في فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد، بفرع الجزيره، وايضا فرع التجمع، كلها دور كبير جدا. ومن النقاط المهمه جدا يا امير دور مجلس اداره النادي الاهلي، عايز اتكلم على دور مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب، وعايز اقول لك ان المكان اللي احنا موجودين فيه
تقدر تقول يا امير من 4 أو 5 شهور كانت منطقه مهجوره، لكن انك تعمل في الفتره الزمنيه الـ5 شهور أو الـ6 شهور تقدر تنفذ هذا المشروع وفي ظل الازمه الماليه او الازمه الحاليه اللي يعني بتسود العالم. النادي الاهلي في فتره الكورونا ما كانش فيه اي مشكله. النادي الاهلي مؤسسه ومنظومه يا امير ليست على النطاق الرياضي ولكن على النطاق الاداري، ودي نقطه في غايه الاهميه. اقول لك بقى المنطقه هنا يا امير بتضم 4 ملاعب، ومن النقاط المهمه جدا اللي الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي حريص عليها يا امير، وهقولها لك في كافه المشاريع. تمام. طبعا احنا شايفين يا امير الاهتمام من الدوله المصريه بذوي القدرات او مختلفون طبعا ذوي القدرات او ذوي الهمم، شايفين اهتمام الدوله المصريه بهذا الامر. النادي الاهلي في كل المشاريع اللي بيعملها يا امير الكابتن محمود الخطيب عنده شقين لازم يتكلم عليهم، اولا ذوي الاحتياجات الخاصه وذوي الهمم، وتخصيص اماكن سواء لنزولهم او سواء لتواجدهم، وايضا كبار السن، وياكد على وسائل الامان. الملاعب اللي محطوطه دي امير مستورده بالكامل من اسبانيا، فيها كافه الامور الامان بالنسبه للاعضاء، بالنسبه ايضا للاطفال، ان عندك مضارب مجهزه سواء لكبار السن او للاطفال. هي كمان منطقه مخصصه كامله المرافق يا امير، فيها ايضا اكثر من منفذ لتلبيه خدمات الأعضاء النادي الأهلي، أيضا وجود الحمامات. تقدر تقول منطقة مكتملة بكافة احتياجاتها هنا في فرع النادي الأهلي بمدينة نصر. ولكن يا أمير لسه كمان ده في مشاريع تانية، صالة الجمباز وأحد يعني واحد من المطالب الهامة لأعضاء النادي الأهلي صالة الجمباز. لكن أقول لك يا أمير مجلس إدارة النادي الأهلي بيسير بخطى أكثر من ثابتة وخطى أكثر من رائعة بإذن الله. ما شاء الله عليهم. أنا بشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا، مجهود كبير جدا منك في الحقيقة في هذه المداخلة، وعرفتنا بكواليس كتير جدا ومجهود أكبر بكتير من مجلس إدارة النادي الأهلي لخدمة أعضاء النادي، وده شيء تعودنا عليه دايما من خلال مجلس الإدارة. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل، استنونا. طيب، توقعات حضراتكم لتشكيل منتخب مصر في مباراة بكرة قدام السنغال بإذن الله. ناخد توقعاتكم من خلال تفاعلكم معنا ونشوف الآراء المختلفة عبارة عن إيه، ونبتدي برشدي. رشدي قال تحياتي لك يا أمير، تحياتي لك يا رشدي، ماتش العودة عايز 11 راجل يقاتلوا باسم مصر، تشكيل منتخب مصر من وجهة نظره: الشناوي، فتوح، علي جبر، ياسر إبراهيم، عمر كمال، حمدي فتحي، عمرو السولية، النني، زيزو، مصطفى محمد، ومحمد صلاح. الراجل ما اختارش لا تريزيجيه ولا مرموش. ماشي. اسراء قالت ان الشناوي، فتوح، ياسر، ايمن، عمر جابر، السولية، حمدي، النني، صلاح، تريزيجيه، عمر مرموش. برضو ده اقتراح ممكن يحصل بكره، موضوع عمر مرموش مكان مصطفى محمد، الله اعلم ايه اللي هيحصل لكن وارد. احمد فتحي قال الشناوي، عمر كمال، علي جبر، ياسر ابراهيم، احمد فتوح، حمدي فتحي، محمد النني، عمرو السولية، محمد صلاح، تريزيجيه، ومصطفى محمد. ناخد كمان عمر ربيع، الشناوي، عمر جابر، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، فتوح، عمرو السولية، حمدي فتحي، النني، مرموش، تريزيجيه، وصلاح. محمود رسلان قال الشناوي، علي جبر، ياسر ابراهيم، فتوح، عمر جابر، حمدي فتحي، السولية، النني، مرموش، صلاح، وتريزيجيه. واخيرا ناخد اخر تفاعل معانا، وهو من احمد امين، واللي قال من وجهه نظري اتوقع هيكون التشكيل هيكون محمد الشناوي، عمر جابر، ياسر ابراهيم، علي جبر، احمد فتوح، حمدي فتحي، عمر سولية، محمد النني، محمود تريزيجيه، محمد صلاح، ومصطفى محمد. كل التوفيق ان شاء الله للمنتخب الوطني، مصر في كاس العالم ان شاء الله يا رب باذن الله. يا ابو حميد نفرح كلنا باذن الله تعالى بتاهل منتخبنا بكره لكاس العالم في قطر. كل المساندة والدعم للمنتخب وكل الدعوات، وكلنا كمان منتظرين هذه المباراة ومترقبين إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله بدعواتنا، بالجمهور اللي هيروح، بالرجالة اللي في الملعب اللي هيقاتلوا وهيعملوا كل اللي عليهم عشان يقدروا يحققوا حلم المصريين، بإذن الله نوصل كأس العالم. ودي الحاجة اللي كنت حابب أختم بيها حلقة النهاردة قبل مباراة بكرة تحديدا، إن احنا كلنا في ظهر منتخبنا وكلنا بنساند منتخب مصر، وإن شاء الله بإذن الله نفرح كلنا بكرة. ما تنسوش دعواتكم مهمة جدا جدا، ودعواتنا كلنا مهمة جدا لمنتخبنا الوطني في هذه المباراة الأصعب في تاريخ الكرة المصرية في الحقبة الأخيرة تحديدا، فإن شاء الله يكونوا موفقين. طيب، دي كمان كانت حلقتنا النهاردة من الترند، استنونا في حلقات أخرى جديدة من هذا البرنامج بإذن الله. إلى اللقاء.